إذا الآن وصلنا للحديث عن كرة القدم، نستهل حديثنا عن كرة القدم بمشاركة آسيوية نوعية غير مسبوقة لكرة القدم الأردنية بصدارة أردنية وحداتية حسينية لمجموعاتهم في بطولة دوري أبطال آسيا، نتائج مفرحة مدعاه للفخر ومدعاه للثقة وتعطينا بالتأكيد المزيد من التفاؤل في مستقبل كرة القدم الأردنية بالرغم من المحيط الصعب الذي نعيشه. مشاركة آه لم يكن للأمانة أكثر متفائلين بأن نشاهد الوحدات والحسين بصدارة مجموعتيهما، وبالتالي حالة إيجابية تعيشها كرة القدم الأردنية، مع التنويه بأنه حتى الآن لم يحدث التأهل. إذاً في ظل هذه المعمعه من المباريات الاسيويه والمباريات المحليه وكذلك استحقاقات المنتخب الوطني يعيش نادي الحسين ونادي الوحدات حاله ربما لم تكن في تاريخ النادي من ناحيه عدد المباريات من ناحيه قوه المنافسات وكذلك المطلوب من جماهير الوحداتيه والحسينيه، بالتاكيد انا سعيد اليوم بجوز لاول مره يحدث هذا اللقاء على 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 مستوى التلفزيونات وعلى مستوى الاستديوهات، ربما كان في لقاءات عبر الهاتف، عبر الـ الاقمار الصناعيه، ولكن اليوم احنا محظوظين وسعيدين بتواجد من يمثل اداره نادي الوحدات واداره نادي الحسين، سعيدين بالرساله التي يتم توجيهها من خلال هذه الادارات. للجمهور الأردني أنه بالرغم من المنافسات ولكن بالنهاية الهم واحد والإنجاز واحد والنتائج واحدة والتفاصيل هي واحدة بغض النظر على الأسماء نرحب بالتأكيد من يمثل إدارة نادي الوحدات ونادي الحسين أهلا وسهلا فيكم دكتور بشار حوامد رئيس نادي الوحدات أهلا وسهلا فيك الأستاذ المحامي غيث المعاني نائب رئيس نادي الحسين اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا شرفتونا حياك الله الله يعطيك العافيه الظروف متشابهه <تصفيق> <تصفيق> التنافسيه بالدوري راح نجيها بعدين ولكن في حاله يعيشها الوحدات والحسين في دوري ابطال اسيا ابدا من الدكتور بشار لا نبدا من الضيف من, من, سلام من يا سلام عليك ما شاء الله عليك من ضيفنا من اربد ما شاء الله صاحب واجب الدكتور <تصفيق> يعني <تصفيق> استاذ غيث والشيء اوصف لنا الحاله اللي بعيشها الحسين وبالتاكيد مع كل الوحدات يعني اولا انا بشكر اخونا بشار الاخ الكبير والمقدر. نشكر التلفزيون الاردني على هذه الاستضافه واحنا يعني ان شاء الله احنا كانديه كلياتنا بنكمل بعض <applause> احنا برضه خارجيا نمثل الاردن اكيد بكافه اشكالنا بكافه الواننا سواء اصفر ولا ازرق ولا اخضر كنا بنمثل الاردن ونتمنى لاخواننا في نادي الوحدات أن يكون تمثيلهم مستمر قوي بهذا الشكل وبهذا الانجاز بالنسبه لنا كنادي الحسين اليوم <applause> الحمد لله احنا يعني انا مشان اكون منصف بحق النادي وبحق المؤسسه وبحق الشباب اللي بيشتغلوا معنا احنا في عندنا ثبات واستقرار في, في تقريبا يعني هاي السنه الثالثه اللي احنا بنمشي على نفس الطريق وعلى نفس النسق في فتره تصاعديه يعني نادي الحسين مش بس في الموسم الماضي في الموسم اللي قبله كان منافس قوي على الدوري مع أشقائه الوحدات والفيصلي والموسم الماضي احنا كنا بطل الدوري الموسم هذا احنا نسعى ان شاء الله باذن رب العالمين انه نكون بطل دوري وبطل كاس وكان وكا عندنا طموح الحمد لله اه انه يكون في مشاركه مشرفه في ابطال اسيا الان هذا الطموح كبير الان نطمح نكون في نتائج افضل من ذلك في الادوار القادمه في ابطال اسيا ونمثل نمثل الوطن تمثيل اه رائع يليق بهذا الاردن اليوم لم تعد كره القدم الاردنيه ولم يعد الجمهور الاردني بكل اطيافه يقبل المشاركه من اجل المشاركه. صحيح. احنا اليوم وصيف اسيا من حيث المنتخب تصنيفنا مرتفع، مكانتنا بكره القدم عاليه جدا الحمد لله فلذلك الانديه ان شاء الله راح يكونوا على قدر المسؤوليه سواء الحسين او الوحدات او اخوانهم في اي مستقبل قريب، الحسين اليوم بيشارك من اجل تحقيق انتصارات. احنا الحمد لله اللي يعني بيسعدنا الان انه في ثبات في المستوى، في ثبات بالنتائج، الاجمل من الفوز انك كمان عم بتقدم اداء متقدم، عم بتقدم كره قدم عصريه، عم بتقدم نموذج متقدم في كره القدم، عم تقرا مباريات بشكل كويس. جميل. الحسين في مباراتين بمجموعته كان يدخل فيه هدف ولكن كان يرجع للمباراه من اوسع ابوابها وحقق انتصار فيها. فهذا النسق ان شاء الله احنا معنيين نستمر فيه ونضيف على ما قدم يعني من هذه الانجازات. او الراكم عليها باذن رب العالمين. دكتور يعني الوحدات مش جديد على على المشاركات الاسيويه، في خبرات متراكمه بالرغم من انه الفريق لا يعيش في افضل حالاته وليس في في بحبوحه زي ما بيقولوا، ولكن الوحدات عنده عشر نقاط من 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 اربع مباريات ويلعب مع فرق على كعبها عالي جدا، كيف شايف الوحدات حتى الان؟ صحيح. وانا شفتك بالمنصه يوم الوحدات متوتر متوتر جدا صحيح شو السبب شوف أو العافيه وشكرا آه. لاهتمامكم دائما بكره القدم والانديه الاردنيه. للامانه اليوم ممكن وضع الوحدات مختلف تماما عن وضع الحسين اربد يعني آه. كل حدا بفكر بطريقه مختلفه. الحسين فعلا في استقرار خلال الثلاث سنوات الماضيه، الوحدات لا اليوم احنا بدلنا الفريق بالكامل يعني خلال هذا الموسم. اعتمادنا بالدرجه الاولى على ابناء النادي، اليوم بتشوف مثلا المبدعين اليوم مع كل الفريق مبدع لكن المبدعين في فريق الوحدات هم مهند, مهند و سمرين صبرا يعني كلهم يعني الشباب اللي, اللي من جيل الوحدات السابق يعني موجودين لكن اليوم الوحدات يقدر, يقدر يقدم بهذه التشكيلة وبهذا الـ 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 الرقي في اللعب قدم مباريات عالية جدا اليوم إذا بتقارن الوحدات الفريق المكلف تقريبا 600 ألف دينار أردني يعني ربع لاعب في في أي فريق منافس في آسيا مع فرق مكلفة 40 و 50 مليون دولار صحيح وطبعا أنت كمان تلام أحيانا على أنه في نوع من الصرف الزائد في النادي يعني تخيل انت العقليه انك ما تصرف كثير وبنفس الوقت بدك بطوله يعني في مجموعه من العناصر التناقضات. ومتناقضه جدا جدا اليوم مثلا بهذا الفريق الشاب عم تقدر تفوز على متصدر ايران ومتصدر الامارات ومتصدر طاجكستاني وكان في يعني فرصه انه يكون الوحدات يعني متاهل من الجوله السابقه لكن ممكن الامور هلا صارت صعبه مع انه الوحدات متصدر وعنده عشر نقاط لكن عندهم برايتين من المستوى الرفيع جدا واحدة خارج ارض واحد على ملعبنا لكن احنا ثقتنا باللاعبين ممتازه الاستقرار نوعا ما موجود يعني استقرار على مستوى الفريق على مستوى اداره الفريق على مستوى الاداره الفنيه في استقرار خلينا بعد شوي الفريق نحكي بشكل واضح عن جو الانتخابات وجو الاداره بتعرف احنا عندنا بعد شهر انتخابات وكل الوحدات اي شيء له علاقه في انتخابات بياثر نوعا ما على الفريق احنا بنحاول قدر المستطاع من خلال اداره النشاط و العقلاء الموجودين يبعدوا الفريق عن جو الانتخابات حتى يقدروا يستمروا سواء كان في الدوري المحلي او في بطوله اسيا او في بطوله الكاس الوحدات انا بعتقد انه من افضل الفرق اليوم بيلعب بشكل جماعي ما عندناش نجم اوحد في الفريق ولا عندنا واحد اذا غاب هو اللي بياثر على الفريق لا احنا اليوم نقدر نحكي انه الوحدات بالموجودين بيقدر يشكل احسن توليفه يقدر يحقق احسن نتائج توتري في المباراه الماضيه <تصفيق> لانه من <applause> وين يعني اي اي مباراه لازم كنت متوتر بس هاي بالذات كنت متوتر لانه بتعرف احنا كانت في خساره سابقه في الدوري فبالتالي ما بدنا نرجع لسلسله خسائر لا سمح الله بدنا نستمر بالفوز كان في ظروف الخساره السابقه لها ظروف في في هاي المباراه لكن الفريق اللي فاز هو استحق اليوم كان بامكاننا بي انه لو الشارقه عمل نتيجه مع هذا كان يعني الاهلي بكل سهوله لكن الوحدات دائما فريق شرس وعنيد وبقدر يقاتل على كل الجبهات وفي ظروف صعبه يعني اليوم مثلا احنا والحسين نلعب ما بين درع وصارنا متعودين درع إلو إلو دولي إلو, دولي إلو شكل الأسي إلو شكل كأس وكمان شوي وأبطال آسيا يعني الموضوع مش سهل في إرهاق وفي تعب وفي في إصابات وبتمنى كمان العودة السريعة لعارف الحاج النجم المميز اسمعنا عنده إصابة فهاي الشغلات بتأثر صحيح. على على الفرق يعني أحسن فريق برضه في عناصر مهمة بالفريق هي بتكون بتشكل الشكل العام لهذا الفريق لكن الوحدات بخير وبمشي بطريقة كويسة وإن شاء الله إحنا بدنا دعم الناس لأنه صراحة أقول لك أحمد ممكن أخذت وقت زيادة لكن اليوم بكل نتائج الوحدات اللي انا بعتبرها ممتازه جدا بتلاقي لسه في ناس بيطلعوا بيحكوا لك غير مدرب بهاجموا مثلا المدير الفني طب ليش انت فايز اليوم على سبهان في ارضك بمباراه صعبه جدا اول نداء بيكون لبعض الجماهير انا ما بعتبر هذول الجماهير وحدات اللي فعلا بتحب النادي وبده اياه يتطور انه غير المدرب غير رافت عليه طب تيجي بتفوز على طاجكستان ذهاب اياب غير رافت عليه يعني بتحس وكانه انت اليوم في عندك يعني حرب بدك تضلك تتابعها حرب انك تخلي الفريق دائما مركز ويفوز حرب تبعد الازعاج عن هذا الفريق وعن الاداره الفنيه والاداره له علاقه بالانتخابات يعني على الاغلب له علاقه بالانتخابات لانه شو شو طيب شو علاقه انك اليوم فريق فايز وفريق عم بيادي ومتصدر اسيا خليه خليه يتحرك يعني طيب انا راح ارجع لموضوع الانتخابات انا كنت ناوي ارجع له لا لا بس انت انت دخلت فيه بدي ماشي. بدي شوي امور فنيه زي ما اعطينا بجوز كابتن رافت علي حقه وهو يستحق بالنهايه فريق متصدر اداره فنيه على اعلى مستوى، انضباط تكتيكي للاعبين آه، استاذ غيث آه، شايفين زي ما تفضل الدكتور عدد خيالي من المباريات بجوز في فتره ضيقه، موتى مع اللاعبين مع الاداره كيف قدرتوا تـ تـ تخرجوا من هذا المازق، مازق اعتقد اسمه مازق اكتوبر ولا لا يعني لانه انت بتحكي عن عدد قياسي من المباريات. يعني احنا خلينا نعطي الناس حقها بالبدايه احنا للامانه بنادي الحسين بجوز ما فيش عندنا معاناة الآن كما ذكر الأخ بشار بنفس المعاناة اللي بيعيشوها بعض الأندية أو بيعيشها نادي الوحدات داخلية اليوم في حالة انسجام كبيرة بإدارة نادي الحسين في حالة انسجام بين الجمهور وبين الإدارة وخلني أحكي بين المؤازرين بالكامل جميل حتى كرؤساء سابقين في حالة انسجام أنه نادي الحسين اليوم لازم أن يأخذ فرصته ويجب يكون في مكانه الصحيح شهر عشرة كان شهر طويل كان شهر صعيب علينا احنا لعبنا بشهر عشرة تقريبا ثمان مباريات ثمان مباريات يعني احنا عارفين شو معنى انه النادي يلعب في شهر واحد ثمان مباريات مع درع ولا بدون درع؟ مع درع مع درع يعني احنا لعبنا آه مع ناساف مباراتين لعبنا مع الوحدات لعبنا مع الفيصلي لعبنا مع الاهلي تقريبا يعني كنا متصدرين لعبنا مباراتين درع لعبنا مع الكويت الكويتي قبلها بيومين ثلاثه احنا حقيقه يعني انشغل شغل وكلها مباريات على درجه عاليه من بده يكون من الاهميه, فيها من الأهمية. صحيح. يعني انا بحكي اليوم الحسين بيعيش بحاله انضباط فني متقدم جدا من خلال مدرب مهم. موتى هذا الرجل اللي احنا ان شاء الله يعني كنا يعني كان قرار التعاون معه واستقدامه كان قرار في مكانه الصحيح بس للامانه كمان احنا في عنا حاله انضباط اداري جوا النادي جميل. وفي عنا حاله انضباط اداري جوا الفريق اليوم نادي الحسين من اكثر الشغلات اللي كانوا يأشروا عليها جماهير كره القدم الحريصه خلينا نحكي على ال... على النادي انه النادي فيه نجوم كثير كيف اليه ضبط النجوم كيف اليه التعامل مع النجوم اليوم انا بطمن جمهور النادي الحسين والجمهور الاردني انه نادي الحسين بكل عنصر موجود جوا الفريق يسعى الى نتيجه ايجابيه بالكامل في لاعبين ما لعبوا مباريات لكن تلاقيهم اول ناس موجودين على الخط آه للامانه عندنا اداره فريق متقدم جدا الكابتن اسامه طلال ابو طلال الله يعطيه العافيه يعني عم بيقدم وللامانه مشان ننصف الامور بمكانها الصحيح احنا نملك اليوم رئيس نادي عامر ابو عبيد حقيقه هذا الرجل يعني بجوز الناس بتعرف الجانب الرياضي عنه لكن احنا بنعرف جوانب كثيره عن ابو يوسف عمرو هذا الرجل يعطي وقته وجهده وجزء كبير من المال في خدمه هذه البلد وفي خدمه هذه المدينه وفي خدمه النادي هو اليوم عم بيسجل علينا عبء كبير للامانه احنا بس نشوف همته بس نشوف كيف تعامله مع السلبيات قبل الايجابيات يعني انا من الناس الحقيقه اللي عم بشوفهم عم بحول اي موضوع سلبي الى دافع قوي جدا انه يدفع الفريق للامام أه رجل خلوق مؤدب أه انا خلال تعاملي معه باربع خمس سنوات لم اسمع منه اساءه لاي انسان فلذلك ترى هذا كان يشكل علينا احنا كاداريين موجودين معه بالنادي كنائب رئيس وكاداره وكامان السر وكمدير تنفيذي بشكل علينا عبء مادي ومعنوي انه يا عمي هذا الرجل وهذه المؤسسه اللي احنا قاعدين بنشتغل فيها كفريق واحد اليوم آن الأوان نحط أشياءنا الجانبية وكلها على ونشتغل في خدمة هذا هذا الموضوع رح نرجع له زي ما حكيت للدكتور بس لاحقا بدي بدي أروح للدكتور في ظل اللي تحدثت فيه في زحمة المباريات في ظل الشح المالي خليني أسمي على كرة القدم الأردنية، الصعوبات اللي بتعيشها مش بس كرة القدم بجوز كل الاقتصاد العالمي بشكل عام. دكتور بصراحة بصراحة وأستاذ غيث هو اللي خلاني أفتح هذا الموضوع أو أستعجل فيه. من وين قاعدين بتمشوا حالكم؟ بدي احكي عن الوحدات المصادر معروفه محصوره والتكلفه عاليه، الوحدات من وين بدفع والله هذا سؤال مهم لانه بصراحه في ناس كثير بي يعني بيحكوا بموضوع اسيا وانه اليوم في عندنا دفعات كبيره، مزبوط عندنا اليوم نتيجه المباريات والفوز في عندنا حوالي مبلغ 450 الف دولار للوحدات ويمكن تقريبا نفس المبلغ للحسين لانه نفس عدد المباريات والفوز والى لكن اليوم ولا فلس تحول من الاتحاد الاسيوي للوحدات. حتى مثلا اليوم دفعات الاتحاد بالنسبه لنا مش كثير واضحه طريقه الدعم والى اليوم الوحدات عم بيعيش حاله صعبه ماليا، يعني مثلا بدي احكي لك انه ادخل بالتفاصيل حتى فنيا يمكن المشكله اللي موجوده تخبط النجوم بالحسين هي سلاح ذو حدين مزبوط انه احيانا بتغلبك بس اتليست بتقدر انت تستفيد صحيح؟ من اللاعب في الدرع في مباريات هاي هاي, هاي, هاي إحنا مشكله محببه هاي مشكله محببه هاي, هاي, هاي مشكله احنا أه احنا عندنا أه احنا أه عندنا أه هاي المشكله انا بالنسبه لي بتحدث انه الناس تعتبرها مشكله صحيح صحيح, آه صحيح, آه صحيح آه حولناها صحيح لانجاز حولناها صحيح, صحيح حولناها لانجاز اجمل مشكله 100% الوحدات عندها عنده اياها هاي مشكله اليوم عندك عدد محدد من اللاعبين ففنيا عندنا مشكله ماليا الوحدات عم بيحاول قدر المستطاع انه يعمل سيلف فاندنج يعني يا اما رئيس النادي عم بيحاول يتصرف في اتجاهات مختلفه يعني مثلا اعطيك مثال بسيط اخر سفرتين للوحدات هو شخصي مني او من الناس الداعمين او قريبين مني او من شركات الطيران اللي ممكن تقدر تعطي شويه اجل للوحدات وهذا كله على مسؤوليه الشخصيه لولا هذا الكلام اليوم الوحدات ما بيسافر يعني تخيل لهي الدرجه يا طبعا ما بيسافر اليوم اذا انت شو ايرادات الوحدات اليوم ايرادات الوحدات واضحه سواء كان سبونسر والكل بيعرف قصة الشركة الراعية أنه في تخفيض في قيمة الدعم دعم بسيط جدا أصبح لا يتجاوز مئة ألف دينار أردني لكن, لكن الرحلة كان بس هيك دكتورة يعني مش أقل مش أقل الجمهور معنا مش أقل من أربعين خمسين ألف دينار كل سفرة كل سفرة طبعا تمام يعني هذول مئة ألف دينار غير طبعا الرواتب غير انك عندك اليوم التزامات كسفره بس تكاليف سفره هو ماشي في اليوم انت عندك انت بتحكي شو عندك التزامات اخر الشهر بيحكي عندك رواتب عندك بيطلع لك سفره بيطلع عندك شويه امور في النادي يعني نادي الوحدات بده مش اقل يعني شهريا بده مش اقل 120 الف دينار عشان يمشي يم. اموره اذا احنا كل السبونسر 100 الف دينار يعني فهمت علي شو الفكره من السبونسر الراعي الرسمي طيب بتروح على الاتحاد الاتحاد مزبوط الله يعطي العافيه عم يعني بحاول كل بكل الاتجاهات يدعم لكن مش هالدعم اللي بتقدر انت اليوم تـ تـ تمشي نادي بحجم نادي الوحدات ماليا الامور صعبه <applause> واللاعب ما يعني هو لاعب موظف بيستنى منك انت اليوم راتب <applause> اخر الشهر صحيح بتعرف صار عندنا ضجه قبل مباراتنا الاخيره الأخير. يعني انه في شرا ثلاث شهور اربع شهور طبعاً المشكله بتكبر برضو بسبب الانتخابات لكن احنا طلعنا وفندنا هاي المزاعم ونحن فعلا الوحدات اليوم عليها راتب شهر من كل الموسم لحديت اليوم دافعين كل الرواتب ماشي الامور بشكل طبيعي امبارح كان في مكافاه للفريق مني شخصيا تجاه الـ الـ الفوز نتيجة الاخير, الأخير عم نحاول قدر المستطاع نمشي امور النادي حتى تجينا مصاري اسيا وعشان تكون بالصوره يعني <applause> مصاري اسيا اليوم توصل بكره ولا بتكون خالصه يعني ما مش انه يعني بدنا نوفر ولا نسد مديونيه لا بدنا بدنا, بدنا ندفع مكافئات اللاعبين ندفع رواتب متاخره في عندنا نشاطات اخرى في النادي برضه في يعني هذا ما بتقدر تغفل كره الطائره احنا النادي اليوم في عندنا نشاطات مختلفه ليس فقط كره قدم فبالتالي الوحدات نجح انا بعتبر انه نجح في اداره المال اكثر من اي نادي اخر يعني بالموجود بالمتوفر قدر قدر يعمل اداره للمال ويعرف متى يصرف ومتى لا يصرف متى يقدر يشتري لاعب او متى يعني يزيد على عقد لاعب احنا اليوم يعني احكي لك شغله احسن لاعب عندنا محترف عقده لا يتجاوز ستين الف دولار يعني سيزر ما تجاوز هذا الرقم تخيل وشو عملنا احنا اليوم عشان نقدر احنا نمشي حالنا بشكل شهري عملنا مثلا فند ريزنج اللي هي جبنا مجموعه من الداعمين على حفل عشاء لدعم نادي الوحدات قدرنا ندفع مقدمات عقود اللاعبين فوفرنا جميل. فمثلا اللاعب اللي عقده 60 الف دولار لو اعطينا 20 الف صار عنده 40 فصار راتبه الشهري 4000 دولار مش 6 فقدرنا بطريقه الفاتوره الشهرية. يعني. الشهريه قدرنا نشتغل عليها جميل. بس الحمد لله بالاخير الوحدات في ناس وفي محبين ان شاء الله يكونوا قريبين من النادي بتطلع انا كمان على جانب مهم جدا في الوحدات اليوم عم يتراجع اللي هو الحضور الجماهيري كلنا مع غزه وكلنا مع اهلنا في غزه وكلنا مع فلسطين وما حدا يعني يزاود على حدا بهذا الموضوع احنا كاداره كنا موجودين وداعمين لغزه لكن اليوم انه الجمهور يختفي من المدرج بسبب انه اللي بيصير في غزه في كل جماهير العالم عم بتكون موجوده وبتساعد غزه وحكيناها باكثر حتى زهقنا ونحن نحكي بهذا الموضوع لكن صدقني بطلنا نطلع على الايراد الجماهيري كايراد انا بطلت احسبه في كل الميزانيات هي كارثه على فريق زي كارثه يعني بصراحه طيب. كان مهم كان بالنسبه لنا مباراه زي مباراه باجكستان تتعرض لشهر أربعين الف على الاقل صح صحيح طيب استاذ غيث بنتحدث احنا عن عن المال بنتحدث عن اداره المال ودكتور يعني اعتقد انه فتح الموضوع بتوقيت يعني جيد اثناء الحوار اليوم الكل بتطلع على الحسين الكل في عنده دائما اخبار عن نادي الحسين الكل دائما في عنده اسرار عن نادي الحسين انتم ما بتعرفوا انا اللي بعرف في شكوى عليهم بالمكان الفلاني في شكوى عليكم بالمكان العلنتاني مطلوبين للمكان الفلاني شو القصه اللي اللي بتخلي هذا الهجوم على نادي الحسين وشو مدى صحه هاي المعلومات اللي بنسمعها دائما اولا القصه هو التميز والنجاح <applause> يعني انا لما بصير اليوم اجي اسمع بعض الاخوه الاعلاميين او او اللي بكتبوا على السوشيال ميديا بديش اقول اعلاميين او بنتشر خبر انه والله نادي الحسين عليه مبلغ 6000 دينار للنادي الفلاني نادي الحسين بده منه النادي الفلاني 7000 دينار تمام الحمد لله اللي صارت في انديه لا يوجد عليها مطالبات اكثر من 15 و الف دينار يعني اليوم انا بحب اطمن جمهور نادي الحسين وانا ان شاء الله اني اكون يعني مؤتمن على هذه المؤسسة وصادق أنا وإخواني اليوم نادي الحسين صرف رواتب شهر ثمانية وشهر تسعة كان يقولوا نادي الحسين عليه أربعة أشهر رواتب نادي الحسين صرف مكافآت الكويت الكويتي والفيص ومباراة الفيصلي ومباراة في الأولى اليوم لا يوجد علينا إلا مكافأة مباراة الوحدات ومباراة في الثانية اليوم نادي الحسين سكر كل التزامات الفريق النسوي هذه الإشارات اللي كانوا يشيروا لها بموضوع الحديث الاعلامي او الحديث بالتفاصيل اخي احنا مشكلتنا اليوم احنا ما نقولش نادي الحسين وصل لمرحله الاكتفاء المالي ولا بنقول اليوم نادي الحسين فيه بالحسابات والبناء بالبنك مئات الالوف لكن اليوم نادي الحسين عم بيمثل قصه نجاح يعني اليوم النادي اللي عنده قدره انه يسكر رواتب لاعبينه واللي يسد التزاماته باتجاه الفريق الاول واي انا بحكيها بكل وضوح اي التزام م. مالي موجود علينا اليوم احنا كنادي الحسين سبب التأخير في دفعه إما رأي قانوني معين موجود في المحاكم <applause> احنا ما بنقدر نتجاوزه كإدارة هذا في أي قضية ولا ما بتحب يعني مثلا في بعض الإخوة بيثيروا إنه والله في رئيس سابق قايم دعوة على النادي بده 100 بالضبط بحكيها بوضوح بالضبط أنا بدي أحكي بالقصص يعني أخي هذا ال... هذا الموضوع فيه عليه رأي قانوني بالمحاكم الأخ بشار وأنتم بتعرفوا نظام الأندية تعدل تعدل وصار يمنع على رئيس النادي وأعضاء الإدارة إقراض النادي وبالنتيجة إذا هذا إذا الشخص هذا بده يقوم بهذا الدفع بده يقوم على سبيل التبرع أحد الرؤساء السابقين المحترمين اللي إحنا بنعتز وأنا بعتز فيهم كصديق يعني كان 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 كان, كان هذا المبلغ الالتزام المالي عن النادي من خلال من خلال شقيقه أخوه وهو وكيل أخوه فكانت الهيئة الإدارية عندها وجهة نظر من خلال رقابة وزارة الشباب إنه يا عمي هذا الموضوع ممكن يكون في رأي قانوني فيه بالمحاكم لذلك إحنا اليوم هذا الرجل لجأ للمحكمة وإحنا بننتظر قرار المحكمة وفي حال صدور قرار المحكمة القطعي إحنا ملتزمين بالسداد ما عندنا إشكالية بهذا الموضوع اليوم لما بيجي نادي مثل أحد الأندية بقول لك بدي منك ستة دينار إحنا ما ما هذا الموضوع ولا مستعدين خبي لكن اليوم إحنا كنادي الحسين مثلا لما أنا بسدد رواتبي بسدد مكافآتي بسدد التزاماتي يعني مثلا موضوع الفريق النسوي أنا ما بدي أصير أجزئ الأمور الفريق النسوي إحنا عندنا فريق شارك ببطولة الاتحاد ملتزم برواتب اللاعبات ورواتب المدربين. اي مبلغ بنسدده اليوم احنا بده يجينا من الاتحاد. فكان في خربطه بيننا وبين الاتحاد بهذا الشان. بالاخير احنا سددنا هذا المبلغ للاعبات وانهينا معهم بمخالصات الشهر الماضي والان احنا بننتظر المبلغ يجينا من الاتحاد، الاتحاد تاخر علينا طبعا بالموضوع عرفت لك هذا عادي آه هذا وضع طبيعي <applause> بالنتيجه <applause> عادي. 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 احنا بالنتيجه احنا يعني اليوم انا لما باجي نادي بشوف مثل نادي الحسين عليه 14 15 الف دينار كل الالتزامات الموجودة عليه يعني من مش اصل هل... قديش يعني من اصل قديش يا اخوان من اصل قديش قل لي من اصل قد بدي أه <applause> 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 اليوم لما بنيجي احنا على نادي مثل نادي الحسين اليوم انا زي ما حكى الاخ بشار يعني احنا الاتحاد الاسيوي اللي انا بننتظر منهم 450 الف بالاضافه ل 50 خمس ناساف 500 وان 50 عند الاتحاد تقريبا وخمسين الف لما بتقول نادي الحسين بنتظر اليوم وخمسين الف هذول بدهم يتحولن خلال اسبوعين خلال شهر بتتحولن على النادي معناته بدك تتحمل, تتحمل على الحسين دقيقه بتتحول هتو... على الحسين يتحمل على الوحدات في اخوان بتحكوا عن مبلغ 6000 بدك تتحمل, تتحمل اه بتحمل طبعا طبعا, طبعاً بتحمل اللي انا ملتزم دهزين انا ملتزم ابدا اللي له حق على نادي احد اللاعبين مره قال لنا قال لا تعلنوا عن لا لا انه اخذنا رواتب قال لي الديين بيجوا على باب الدار والله والله اخ احمد احنا بنعتبر هذول اللاعبين ابنائنا صحيح صحيح. وأنا بعتبره مثل أخي لي ومثل ابن إلي أنا ملتزم هذا اللاعب بالنتيجة عنده بيت وعنده أسرة وهو لاعب محترف وهذا ويوجد بزدر. عقد بينه وبينه صحيح. وأنا بدي أحترم هذا العقد وبدي أكون كإدارة مهمتي ومطلوب مني أسعى بما أستطيع بارك الله فيك إني أسدد لهذا الراتب هذا اللاعب وعيشه في جو حقيقة صحيح. يقدم بانتماء لهذا النادي. فهذا مطلوب مني فاليوم احنا ما بنحكيش انه الحسين سد كل شيء يعني قصص انا بشوف يعني عرفت ذلك حتى في بعض الاخوه الاعلاميين اللي انا يعني بجل بحترمه وبقدره وبعزه والله كتب في احد الصحف وانا حكيت انا وياه بجوز انا والله بهذاك الليل ما نمت لانه عزيز علي حكيت انا وياه بجوز انا وياه هيك تشددنا شوي ثاني يوم لاحظت انا متاكد انه تاكد من كلامي سمع اخبار وتاكد من الاخبار واختلفت كل نظره لهذا الموضوع اليوم يا اخوان انا لما بيطلع واحد على الفيسبوك بكتب والله نادي الوحدات عليه خمسين الف مش مسدد رواتبه اوكي يا وكي اخي وانتم بتدعموا بالصندوق اوكي انت يا ريت عندنا الف <تصفيق> مثلاً, <تصفيق> مثلاً, مثلاً, <تصفيق> <تصفيق> مثلا مثلا انت موجود يعني كل شيء له تفاصيل طيب جميل. كل شيء له اجابه جايين إيجابات. نكمل على هذا الموضوع دكتور م. الفتره القادمه للوحدات بقولوا السنه اللي فيها الـ 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 الانتخابات بقولوا عنها سنه كبيسه بالنسبه م. للوحدات بتكون صحيح. عباره عن عن عن, عن صراعات بعيدة عن الرياض وهذا شيء ما بيسعدنا صحيح المشهد القادم للوحدات هل أنت عازم على على مواصلة العمل على الترشح مجددا ما هي الأجواء الانتخابية في في الوحدات وأعتقد انتخاباتك الشهر الجاي إذا ما إذا ما, ما كنت غلطان بس أعطينا بس, بس قبل عل؟ الانتخابات على موضوع الأمور المالية ومثلا موضوع أنه الرئيس يداين النادي ولا آخره شوف نحكي بصراحة إذا الرئيس ما داين النادي في الأردن ما بيمشيش النادي فهذا القانون اللي طلع من وزاره الشباب انه اولها كان بتذكر زمان انه ممنوع الرئيس يداين بعدين حكوا بيقدر عن طريق افراد العائله بعدين طلعوا قانون اخر انه حتى افراد العائله حتى طب هو اليوم تقدر انت الرئيس يداين عن طريق صاحب صحيح وصديق ومؤسسه يعني فهذا الموضوع ما له معنى يعني انا انا مع انه الرئيس يداين بس بالاخير ما يكونش عنده السيف على رقبة النادي انه بدك تسد او يا بصير الرئيس يا برجع الى اخره، لازم يكون في نوع من يعتبروهم تبرع يعتبروا بس لا اليوم عندنا مشكلة انه اذا الرئيس ما تدخل ما بيمشي حتى بالحسين اربد اذا الرئيس ما تدخل يعني حكا احنا صغير. احنا عن تبرع مش بالضبط فاحنا اليوم ويتبروه. بالنسبة لي حتى اقول لك حتى لموضوع يا ريت الاقي حدا يديني ولو يكون ابن الرئيس ولا اخو الرئيس، ما فيش مصاري اليوم بالانديه الاردنيه عشان نقدر احنا نحكي والله نحط قوانين ونعقد الامور على 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 الانديه، الامور في, في الوضع المالي في الاردن صعب جدا، احنا حققنا احسن نتيجه في اسيا وتوقعنا كره القدم الاردنيه تتغير تغير جذري، النتيجه كانت عباره عن فزعه من كم من شركه ومؤسسه، دعم المنتخب صحيح. الوطني، استفادوا كم من لاعب، والانديه بقيت كما هي، ما تغير شيء، شفنا ملعب جديد، لا. شفنا في تطور في الكره الاردنيه، التطور عم بصير من خلال الانديه نفسها من خلال اللاعبين ومن خلال المنظومه اما اليوم تحكي لي انه الدوله ولا الحكومه اليوم الخطاب لجلالة الملك والتكليف السامي بركز على المنشات والرياضه ودعم المنتخبات والانديه مش دعم المنتخبات اليوم نعمل لنا ملعبين خماسي اليوم دعم المنتخبات دعم الانديه والرياضه تعمل مؤسسه تعمل استثمار تخلي الانديه تزدهر انا لساتني عند وجهه نظري اليوم اذا ما كانش في من الدوله وليس الحكومه من الدوله انه نعطي دايركشن للشركات الكبيره بوتاس فوسفات بنك عربي خليني اسمي الاسماء بمسمياتها بدون ما نضلنا نحكي زين امنيه اورنج لازم تمسك كل كل شركه تمسك نادي زي ما صار في في السعوديه اليوم اللي صندوق الاستثمار السعودي تملك الهلال والنصر والاهلي ومش عارف ايش وارامكو دعمت هذول اللي عندهم شيوخ وعندهم م... 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 ملايين ومليارات ما قدروا يتحملوا الانديه اليوم بشار حوامده نفسه شوي طويل بكره مروح بيجي حدا ثاني هل اليوم نحكي كان في عندنا نادي اسمه نادي الوحدات ولا نادي الفيصل ولا نادي الحسين مع احترامي هذا وارد على الكل يمكن عامر بكره يقول لك انا والله يا عمي عندي شغلي بديش بدي اكمل هل في مؤسسه هل احنا اليوم عملنا مؤسسه مؤسسه طبعا ما بحكي انه سدينا الديون طب هي الديون بعد بكره بترجع موسم شغل موسم واحد بيرجع عندك مليون و الف ليره هذا بدك تعمل فريق متواضع اليوم المؤسسه انك تربط هاي الشركات مع مع الانديه وتستمر كلام جميل يا دكتور بس غير هيك ما راح تزبط على الواقع انت رئيس نادي ها. هل قدرت تطبق يا دكتور؟ يا سيدي احكي لك شغله وهي كمان دعوه اخرى، انا في مقابلتي مع جلاله الملك في افطار رمضان الماضي طلبت من جلاله الملك لقاء رؤساء الانديه، بالعكس جلاله الملك رحب وصار في واظن في ترتيب بس تعرف الوضع اليوم غزي والوضع سياسي بعاد عن كره القدم والرياضه الاردنيه في اولويات لكن لازم توصل هذه الرساله الى اعلى المستويات في الدوله حتى نقدر احنا نغير واقع الرياضه الاردنيه، هو قرار اذا المنتخب بده يوصل كاس العالم مش دير بالك على 11 لاعب فقط بدك توصل لكاس العالم بدك تدير بالك على كل الانديه الاردنيه بما فيهم الدرجه الاولى والثانيه واللي هبطوهم واللي ما هبطوهم مش لازم اليوم نطلع على موضوع الرياضه الاردنيه اولويه دعم صحيح. مش فزعه احنا للاسف احنا صرنا نعمل كتب في اداره الفزعات كتب كتب اليوم احنا الفزعه صرنا نمأسسها اليوم اقول لك التلفزيون الاردني اليوم بفوز المنتخب تليفونات واتصالات بتلموا مصاري للمنتخب يعطيكم العافيه بكره وبعدين بعد بكره موجود. شو بصير عندنا مشكلة في هذا الموضوع، نرجع للانتخابات هسا. بدك تسترجع؟ لا وش بدك تحكي لي الانتخابات؟ انا سألتك بس انت خلاص بديش احكي عن الانتخابات. لا خلي الانتخابات بدنا نروح ل <applause> يلا <applause> <لأ تصفيق> <لأ تصفيق> ماشي فعلا معنا الرجل <تك> <تصفيق> <تصفيق> يعني مليان وجوده معنا كنز اخ عزيز واسئلة مهمة للامانة تسأل احنا شوي مرات دائما بيقولوا اللي, اللي متصدر عليه 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 الضغط اكثر وهذا الشيء بتعانوا انتوا انتوا الفريقين. اليوم الحسين وين وصل بمشروعه استاذ غيث وهذا دائما سؤال يسأل مشروعه على الارض، مشروعه على الـ على الـ على, الـ على اللاعبين، على ما بجوز حتى نفس الحديث اللي بدي انقله من الدكتور بشار عن ماسسه الرياضه. وين وصلتوا بمشروعكم اللي, اللي بدا من 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 عده سنوات. اولا انا بدي احكي بمشروع نادي الحسين ومن ثم بدنا نتطرق تفضل اتطرق زي ما بدك يعني مشان ما نختزل نفسنا في نادي نعم نادي الحسين في مشروع مشروع من ثلاث اربع سنوات وان شاء الله سيستمر يعني بوجودي بوجود عامر الداعم الرئيسي والمباشر والأساسي الآن ولا وجود غيري إحنا اليوم حقيقة صحيح الفلوس عصب الحياة صحيح ما بتقدر تمشي بدون فلوس لكن مرات طبيعة إدارة المال كمان زي ما حكى الأخ بشار لها دور كبير بهذا الموضوع يعني إحنا السنة هذه كنا بلشنا ببداية موسم نعد مشان إحنا بطل موسم بدنا نحافظ على البطولة وعندنا مشاركة أسيوية لكن اللي كنا كمان نشتغله في الجانب الاخر في الظل، نحن كنا نعد لفريق اليوم الحسين تعاقد تقريبا مع 14 الى 15 لاعب <applause> اغلبيتهم اعمارهم 19 سنه 20 سنه فما دون هذول انا باعتقادنا بقناعاتنا طبعا يعني طبعا باشراف فني هذا كله الكلام سيكونوا من ضمن مستقبل كره القدم الاردنيه. اليوم الانديه الاردنيه اخي لا بنفعها مجمعات تجاريه ولا بنفعها اسواق، الانفاق كبير جدا. اليوم السلعة الموجودة في النادي هي اللاعب مع الاحترام والتقدير لإنسانيته أنا بحكي عنه كوظيفة وكدور اليوم أنا لما بدي أجي أستثمر بالفئات العمرية سواء الموجودة عندي بالنادي ولا سواء اللي عندي قدرة على استقطابها وهذا مجال مفتوح اليوم أنا إذا بطلع معي بالسنة لاعب لاعبين ثلاثة مميزين عندي استطاعة تسويقهم في الخارج أنا بفيد الوطن وأنا بستفيد ماديا فإحنا مشروع نادي الحسين اليوم ببداية الموسم كنا نفكر بدوري ونفكر بكاس وبدرع وبطولات ومنفكر باسيا وبنفس الوقت نفكر لثلاث اربع سنوات احنا عندنا تقريبا وقعنا عقود مع 12 15 لاعب اقل عقد ثلاث سنوات اربع سنوات وبيصل منهم للخمس سنوات كلهم برواتب معتدله رواتب منطقيه رواتب في حال انه احنا بدنا نسلم اداره النادي لاداره اخرى منتخبه قادمه كما كانت او اجى فريق جديد يجي الفريق الجديد يلاقي في اسس يقدر يبني عليها ويقدر يشتغل عليها احنا لا يمكن يجي نترك نادي الحسين اليوم في نصف الطريق ونقول له مع السلامه هذا نادي مسؤوليه اخلاقيه واجتماعيه وادبيه موجوده عندنا احنا سواء عند السيد عامر يعني انا في كلمه حكاها ابو يوسف قال انا لا يمكن اسلم نادي الحسين وعليه قرشين رغم انه استلمناه وهو مثقل لظروف معينه لكن اليوم الحسين بيمشي بطريق فني من خلال لاعبين واجهزه فنيه لاحظ نادي الحسين اليوم عم يشارك بفئة الثلاثة وعشرين ال23 وعم بيقدموا نتائج كويسه رغم انها نتائج غير محسوبه لكن عم بيقدموا نتائج كويسه وعم بيقدموا اداء كويس بدوري الاولى نادي الحسين عم بيشارك بدرع بفريق اخر <applause> تقريبا يعني خلينا نقول لما بتشيل انت ثمان لاعبين او تسع لاعبين او عشر لاعبين بروحوا للمنتخب وبروحوا اثنين على الاولمبي يعني 11 لاعب لما بيكون عندك فريق اخر اذا انت في عندك استمراريه احنا اليوم متوسط الاعمار الموجود عندنا باعتقادي انه يعني مريح ومطمئن للمستقبل حتى على مستوى المحترفين احنا السنه هذه لما اشتغلنا على مستوى المحترفين كان في دقة في اختيار المحترفين اللي بالفعل اليوم اثبتوا موجودية واثبتوا قدرة، وبعدين احنا كمان يعني احنا عملنا اعادة للطيور المهاجرة، يعني احنا في لاعبين اردنيين مين؟ مثل عبد الله نصيب كان محترف في الخارج صحيح وجد انه احترافه في الداخل ممكن يكون احسن من احترافه في الخارج آه مثلا آه مرضي كان محترف خارج, خارج الاردن رزق بني هاني كان محترف احنا وفرنا البيئه اللي اقنعنا هذول اللاعبين لا انت ممكن ببلدك كمان تثبت موجوديه وتقدم اداء وتقدم حاله استقرار وتكون ضمن المنتخب الوطني وتكون ضمن المشروع القادم اخي احكي لك شغله اليوم زي ما حكى الاخونا بشار وحبيبنا احنّا بنجتمع كرؤساء أندية وكإدارات ومنخاطب الاتحاد وبنحكي مع الاتحاد. آن الأوان حقيقة للدولة الأردنية أن تعيد نظرتها للرياضة وكرة القدم على الأخص. لم تعد دعم كرة القدم في الأردن من باب الترف. صحيح. اليوم أنا كاندية أردنية مع الاحترام والتقدير للاتحاد وكل الموجودين فيه على راسهم سمو الامير علي اللي احنا دائما بنعتبره جزء من الحل وليس جزء من اي مشكله نعتبره دائما جزء من الحل بالنسبه لنا اليوم احنا الانديه انا قاعد بجيب اللاعب عمره 13 سنه بظل انفق عليه واصرف عليه أربعة له عمر 24 23 تيكون في مصاف المنتخب اليوم نادي الحسين عنده فريق من ثمان لاعبين والوحدات عنده خمس لاعبين والفيصل عنده اربعه والرمثه و و و اللاعب قاعد بروح المنتخب قبل عشرة ايام من المباراه اللاعب بتدرب بالنادي اللاعب اللي راتب راتبه النادي اللاعب اللي بيشرف عليه صحيا واداريا وفنيا النادي الاصل في احنا قاعدين النادي صحيح. احنا قاعدين لا. بنجهز لاعب ف... المنتخب الوطني وبنقدمه هديه للوطن لانه ابن الوطن وبنقول له روح مثل الاردن احسن تمثيل هل حقيقه اليوم اليوم احنا ما دعم المنتخب طبعا لازم المنتخب يكون مدعوم بس لكن هذه المصانع اللي موجوده في الاردن حافظ عليها اللي تنتج اللاعب الرياضي صحيح. واللي بتقدمه للمنتخب مش انا الاوان الان ننظر لها كبيئات يا اخي انا حكيناها بمجلس الاعيان وجزء الاخر الشهر كان موجود باللجنه الاقتصاديه و... قلنا لهم يا اخوان الانديه الاردنيه اقل نادي اردني احنا بنحكي باسم الانديه كلياتها ما بنحكي باسامي نادي و... نادي واحد اقل نادي في الاردن اليوم عنده مش اقل بين الفئات العمريه والاشبال وال... والفريق الاول والاداريين تقريبا في عنده ألف شاب بالمجتمع شايل لك اياهم من تاثر مكاف... من المخدرات لا صحيح؟ سمح الله ولا افات شايل لك اياهم من الانزلاق تحت الانحراف الخارجي والارهاب لا سمح الله طيب وانا قاعد بوظف لك اياهم كمواطن منتج ومميز وممكن تقدمه للعالم وبعدين الان يعني ان الاوان الان احنا نشوف تجربه التعمري وعلي علوان ويزن عمات. موجودة بين عيوننا يا اخوان صارت مثال هذول طلعوا من عندي اردنية صحيح. بطلنا نشوف اولاد لابسين ميسي ورونالدو مضبوط ولا لا؟ وانا بقول لك شغله يزن موسى ابو انا ابو تميم ما بدي اخذ دور ابو, أبو بدي أبو, بدي أبو لا معنا خمس دقائق آه. ولازم لكن أنا, انا بدي احكي يعني. شغله انا بدي احكي بوضوح احنا اليوم عندنا افضل جيل كرة قدم بمر على تاريخ الاردن جميل اليوم هذا الجيل الفوارق بينه وبين المحيط الحالي بديش اقول العالمي لما بتيجي بتسمع منتخب قيمة اللاعبين السوقية 86 مليون و مليون وبشوف لاعبينا هذا الفارق اليوم عندنا قدرة من خلال الدافع الذاتي والحرص الوطني عند اللاعبين وعند الاداريين انه نغطي هذا الجانب المالي، اخشى ما اخشى يجي يوم ما نقدر بالعواطف الانسانية فقط لوحدها نغطي هذا الجانب، لذلك الان هذه الاندية يجب ان ينظر لها كمؤسسات وطنية. خارج مصدر. من المجتمع خارج جميل. من الرياضة جميل دكتور بشكل سريع لأنه في يعني بجزء الوقت دهمنا ما شاء الله لا لا ولا أنا جايب اثنين متحدثين يعني, يعني سيدي توكل. أنا ما ما لحقت أسأل لا 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 ما شاء الله عليكم لا 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 ومليانين, عندكم الله ومليانين عندكم أفكار وأنا سعيد أنكم توصلوا هذه الرسائل بشكل سريع المشهد الانتخابي في دقيقة دكتور لأنه في أمور بدي ضروري أعرف رأيكم فيها يعني باختصار شديد يبدو أنه الـ 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 الإدارة نفسها ستعيد نفسها في المرحلة القادمة أنا يعني هيك شايف أه المفروض يكون في داعمين يكونوا ضمن المشهد الانتخابي القادم. للأسف ما في كثير مهتمين في في موضوع الانتخابات وموضوع وجودهم في مجلس إدارة نادي الوحدات. أنا لساتني ما قررت بشكل رسمي أنه أخوض الانتخابات يعني ما لساتني ما ترشحت. حسب المعطيات القادمه خلال الاسابيع القادمه راح يبين عنا يعني خلال الاسبوعين ان شاء الله راح يبين انه هل فعلا راح أترشح مره اخرى حسب لا مجلس الاداره انا بدي رايك الان أنا أنا, أنا, انا بدي تحكي لي اليوم يعني انت على يعني بده سبق بده سبق اه ما ما بصير تطلع هيك لا <applause> <applause> يعني على الـ على يعني على الاغلب انه ما راح ترشح لكن ما رح تترشح لا على الاغلب الا اذا كان في مجموعه فعلا بتقدر تحمل النادي لفترات اطول اليوم مش موضوع رئاسي ولا طيب كرسي ولا كذا للان ما فيش مجموعه معناته مترشح لا للان ما في مجموعه انه تتناسب مع ما في المرحله ملترشح. القادمه إذا, اذا ما في مجموعه مناسبه ما ترشح معك معي صحيح اوكي فريق يعني, يعني يشيل هلا في مجموعه اشتغلنا مع بعض والاخره وعملنا انجازات كويسه لكن لا بد من التغيير في هذه الوحدات ما بصير نفس الناس نفس الاشخاص يقودوا نفس المرحله يعني ما تتوقع شو بدك تتوقع نتائج جديده اليوم م. اذا انت بتجيب نفس الاشخاص هاي هي اصلا وجهه الخلاف الرئيسيه الموجوده انا يخوف قلبي انت تروح ويضلوا الاشخاص يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله يجي للافضل دائما <applause> لنا هذا والله شوف احنا اللي بيخدم أحنا هو اللي هو اللي, صحيح اللي يستلم صحيح. طيب